حضرتك انا كنت رايحه اجيب حاجات انا واحمد، ماشي انا وهو عادي، فوجئت ان الكلب نط عليه، جاب وشه قطع وشه ابني، كانت العظمه بتاعت وشه هنا باينه وفك وشه هنا كان باين. احمد قايم من تحت الكلب، من سخنيه جسمه مش في دماغه ان في حته ونزيف بقى، مش قادره اقولك حضرتك. احنا عشان ندخل احمد المستشفى شرطوا علينا ان احنا نحط تأمين لاحمد، حطينا تأمين واحمد عمل العملية وحولت ورقه للتأمين الصحي الصبح، بس ما كنتش اعرف ان بعد كده عمليات التجميل بره التأمين ومكلفة. يعني عملية، يعني حتى لو انا مش احمد مش هيعمل عملية سيليكون، بيحتاج عملية ليزر. جلسة الليزر امبارح الدكتور بيقول لي ب 400 جنيه، وعلى حسب ما الدكتور يحدد هياخد كام جلسة في الشهر. وبابا سواق ميكروباص، يعني حضرتك كمان شايفة الوضع، وده ابني. يعني انا خرجت من الشارع هو كان هنا، وتشبكي حد كلمني انه كني يعني وداني مستشفى، ومن هنا خيطوني. بعد كده رحنا مستشفى هرم، عملت عملية الساعة 9 الصبح، بعد كده روحت البيت. بس سمعنا انتباه من الكلاب كلها، بعد كده لقيت الكلب عطيني بيت، بخاف من الكلاب. احنا كنا بنلعب احنا واختي وابن عم، فاحنا كنا بنستخبى، فهو طلع مسك فلانة اختي من ورا، فاختي بتسدني من ورا، فلقيته بيعضها، فروحت انا سلقاها موقعها، راح هو نطت عليا موقعني على ودني، راح الناس جت ضربته بالعصايه ما رضيش يقوم، راح لسه مكرر، راح حاطط ايده في بقه علشان يقوم. بعد كده اخويا جه شن وقكمني التوك توك وداني على المستشفى، خدوني وطلعنا على العربيه، ادوني الحقن السيرب وواحده في دراعي وادوني في وشي كله. وبعد ما طلعنا رحنا تاني يوم المستشفى، قالوا ما ينفعش تتفك الوتق ده باتت فيها، فرجعنا على المقطم اتحجزنا، ما بردناش على الحقن، وبيعلقوا لنا المحاليل بس كده.